عرفت شو هالموضوع هذا فتحتوا لي اياه؟ انا قلت لكم انه حصير مثل الباندا، بشيل الميك اب ليك وكيف عيون هيك مورمين كانه ما يخصمك. انا كل سنه بخصمك، خلاص حق فل الزلمه. الله يوفقك يا اخي. ليكو انا بحس انه عادي، يعني ما بدنا نضلنا نحكي بالموضوع عليه لانه هيك ما حلوة تصير كتير. انه ما خاصني انا صراحة اذا حدا هيك 92. اوه بعتلك هلو، شو بعتلك؟ وحشتيني. هلا يا اي ايتي، مين انت؟ لسه ما تخافين تنخطفي بلا ما خاف امرر، بس انه انا ما بظهر لحالي فما مستحيل انخطف. بس انا يعني جد كتير بخاف من هالامور، يعني انا ما بنزل على الدكانة مثلا، بمشي لحالي على الدكانة مستحيل، بخاف كتير. انا فانز يا عمري. فخري بدي اشنطك بهاي، شو رأيك؟ شو كنت بدي اقول؟ بخاف انا ما بظهر لحالي ابدا، لازم يكون حدا معي. تعرفوا ليه؟ انه مش انه ولا لانه انا فاكرة حالي، بس عن جد البلد ما فيه امان، ما في امان بقى. ليكو لو مثلا انا ببلد فيه امان، مثلا لو انا بدبي مثلا بظهر لحالي. بس هون ما بأمن صراحة، انه بسمع في كتير قصص. ميخاستمك ان شاء الله كويس. بس دبي لا يخلص، بس بوري بس شرفين اتحرك. انت بتصير بودي جارد ببلاش؟ اوكي ماشي. بس شو جاهزة؟ بتعرف تحكي؟ ايه عم بحكي عربي والله. وين في امان يا يوسف؟ وين؟ ما خصمك وبعد عن انا مش طايقة. هلا فخري انت عم تتزانخ علي، عم تقلي خليك ايه تتزانخ علي او شو؟ بدي اعرف. زعلت يا فخري، أنا تعبانة كتير، كويس بدي أنام صراحة. عيوني يعني حي بيموتوا، عيوني صراحة بيموتوا. وشايفين قديش انحمر كأني ميتة. سلام الشيخ. بروح على ديزني لاند جايز، بروح على الرياض حمفتح. شو بدك تسألني يا ندى؟ لأنه أبيض من مستقبلي. هلا أنا عيوني بيض، عيوني حمر والله، عيوني حمر. شو بدك بفخري؟ فخري شو بعد أحسن جمعة؟ عملتي شو بدك بفخري؟ السياحة شو كم شو بدي بالشغل؟ أنا speak with me يا عين. كملت سامع يا فخري؟ سامع شو عم بقول؟ شكلي مثل الباندا جايز. قلتلكم ما كان لازم شيل الميك اب هون، كنت خلوني شيله وافتح. هاي حسن،
طبيعي شعر، كله طبيعي. اصلا جايز اذا شفتوا شي بنت حاطه اكستنشن، فما تسألوا انه هذا شعرك ولا لا، لانه هي اشترته يعني صار شعره. انت حقيقي اكيد ببين، يعني كله ببين. لا 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 اصلا لو اكستنشن كان اطول من هيك يعني عملته، عرفته عم فكر جيب اكستنشن حلو مش غلط يعني، هيك عبالي اعمل هيك اشقر هيك خصل هيك، فهمت قصدي؟ يلا بعد ميلادي قربت. جايز ما برد على الرسايل، ليش بدي رد على حدا ما بعرفه؟ سوري يعني. اوكي انا هون فتحة لايف بنحكي مع بعض، عم بمزح عم بمزح يا عشان النفس. عم بتسأل عليكم عهد الحيدر، وينك مختفي يا زلمة؟ مستني حسك. أنا ماريو. مين ماريو؟ ما في رد عليك يا فخري، صرت تعرف. لا شكرا شكرا يا عشر نفس، عم بمسح معك والله عم بتساءل، ما قصد شي. ناخس معك وبعد عن انا مش طايقة، سيبني مش عايزة بأمان، ما توريني شو السكتين. ايه حسيتوني انه سألت كمان، حسيت حالي صح صحت انا كمان هيك حسيت. ميخاس مانك وبعد عن انا فخري، شفت شو صار؟ شفت شو صار من شوية فخري؟ ايه او لا؟ هدا لح هدا هدا غني براسك. لا ليش يا لا يا فخري؟ اسفرت من ما شفت ميز. لا اوكي شكرا يا عبد الله. شفتوا حتى بس حط ميك اب بقرب، يعني ما بعرف شو السر، بس انه بس حط ميك اب بقرب. شكرا حسن. ما خسناك وبعد عننا مش طايقاك، يا عمي كويس ليه ما عم تفهموا علي؟ انه انا ما عم احط لقلي، يعني هن بدهم ياني احط عندي تصوير تصوير، افهموا علي. ما عم حطهم لقلي يعني، مش انا بروح هاي بليز اعملوا لي، لا انا بلبنان يا لبنان. أمي كرسية نوم، رحت قال ما عم يفهموا علي، يقولوا لي إنه ما تحط، يا ريت يعني حياتي بهالسهولة. هلا إنه أوكي أنا فيني ما أروح على التصوير معاد، بس إنه بحب أنا بتسلى ليك وبحب أنزل فيديوهات وهيك.
الكم فخري من خصمك، وبعد ان انا مش طايقه سيبني مسحي ما تقعدي من سويسك تاني. يا يوسف ما حرد، ما بعرفك يا عمري يا عمري يا قلبي، انت بتيجي تفهم علي، بتيجي تفهم علي كيف خلاص. ايه ليكو اذا بدي اجيب الفيفتين برو قالوا لي انه ما اجيبه من لبنان، انه اذا بدي اسافر وبجيبه من المطار ارخص بكتير. يعني هون بترد علي إذا بعرفك برد عليك. يعني هون حقه تقريبا 3000 دولار، بالمطار حقه شي 1500، حد هيك قبله ما بعرف. عن جد أنا أعرفك يا سني، نصيحة لا تجيبي. أوكي خلص أنا ما بجيبه كويس، إذا هذا بجيب لي هيك هذا بقبل، بس أنا ما بجيبه. Don't buy the iPhone 15, it's the same as 14 and the iPhone 15 will